هشام عبور صحافي حر، هشام عبور صحافي حر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى في اللايف تاع اليوم 13 جانفي 2024. وكما تعرفوا الجزائر تكلمنا عليها البارح وقلنا بلي ولات دولة فيها صبيانية، فيها تصرف صبياني، معادية الناس كامل، وتزيد يحموا فيها جبانة، ما همش قادرين يذكروا اسم دولة الإمارات العربية المتحدة. يعني بيان تاع مجلس أعلى الأمن ما هوش قادر يذكرها. اليوم يزيدوا في إحدى صحف بودور الأسف في يومية الخبر، كانت يومية محترمة إلى أن جاء هذا النذل عبد المجيد تبون والبوال اللي معاه. شوفوا الشكل، إنذار أخير لبلد عربي شقيق. الجزائر تأسف لتصرفاته العدائية. هذه صحافة، هذه شكون هذا البلد العربي؟ اذكروا أنت مادام موجه له إنذار، لمن وجهته؟ تقول يا بلد عربي شقيق أنا موجه لك إنذار هكذا؟ قال تم توجيه إنذار إلى دول الإمارات العربية، إلى قطر، إلى المغرب، إلى الأردن، سميه هذه البلاد هذه. إلى خايفين، قلنا البارح، شرحنا البارح، أنه كل المشكل هو فضحهم من طرف الإمارات، الإمارات عاجلا أم آجلا سيفضحونهم. عاجلا أم آجلا، أما أنهم يمشيوا ينبطحوا قدام مشايخ الإمارات ويطلبوا السماح ما يستحلوا فهمهم، أما الإمارات يبطحوهم لأن الهضرة باينة على شكون، يعني العيب باينة على شكون هما الإمارات. إذا الإمارات رايحين يأدبوهم. الجزائر جوج ملايين ونص كيلومتر مربع يا بن عمي، يجوا يأدبها دولة فيها جوج مترات مربع. لكن الفرق ما بين هذيك الدولة، البلاد اللي فيها جميل ونص كلمة مربع وفيها 45 مليون نسمة، انه الدولة هذيك اللي قد ضبطها شمة ما ليها، ما همش سراقين، ما همش عرايا، ما همش فايوات، ما همش خماج كما الخماج اللي يحكموا في الجزائر. ناس يبنيوا بلادهم، رافعين صوت بلادهم، عملتهم صعبة، تصرف في السوق الدولية، اسمهم في كل دول العالم مذكور بافتخار، يفتخروا باسمهم، يفتخروا بانتمائهم، ما تصيرش عندهم حراقة. هاو الفرق الموجود ما بين بلاد يحكموا فيها عرايا، بلاد يحكموا فيها رجال يحترمون أنفسهم، يحترمون شعبهم، يحترمون تاريخهم، بينما عندك في الجزائر ناس عرايا ما يحترموش. يقول لك انذار اخير، انذار اخير لشكون؟ اذكر، هذا يدل على جبن، يعني عندهم كل عيوب وزادوا على روحهم جبن، جبناء، ما همش قادرين يذكروا، لا ينطقوا بكلمه الإمارات العربية. إيه بورتون درك كيما جات الخبر، أي نجي نتبع المنطق، يمكن شحال من موضوع على الإمارات، واليوم ولاو ما يكتبوش، يكتبوش اسمها، وعلاش؟ اللي يمليو عليهم هما يلزمهم يديروا واش قالوا لهم، اللي يمليو عليهم مساكنات المخابرات. هاي الصحافة الجزائرية الأولى، نجي نقول لك عندنا الصحافة حرة وعندنا تدير، وخلنا نتناقش شكون هاد الدولة العربية الشقيقة، شكون البلد العربي الشقيق، يفتحوا سن يخليو الناس تناقش، ما نناقشوش، هاو ليك، طاح رايميت وراسك.
ما عليه، ننتقل إلى موضوع آخر، الموضوع الرئيسي. وغدوة إن شاء الله نشوف عندنا بزاف مواضيع نشوفوهم غدوة بإذن الله. اما اليوم نبقاو مع موضوعنا الرئيسي، نشوفوه بعد الفصل.